ردينا لكم من جديد مشاهدينا ومكملين وياكم فقراتنا لليوم، والحين وصلنا للفقرة الفنية ويا الأجواء الفنية الجميلة. وضيفتنا لليوم هي عازفة عود مميزة، بدت رحلتها وتميزها بأدائها على العديد من الألوان الموسيقية، وكان عندها العديد من المشاركات داخل الدولة وخارجها. خلونا نتعرف أكثر على ضيفتنا وعن موهبتها الفنية، ونرحب أكيد بضيفتنا في الاستديو عازفة العود نبيها عطا الله. صبحت الله بالخير نبيها. صباح النور والسرور. أول شيء أنا متشرفة بوجودي معاكم هون بقناة فجيرة تي في. يعطيك العافية. الله يخليك. نورتي الاستديو يا نبيها. أكيد طبعا في البداية نحب نتعرف على موهبتك، أشوفك أنك أنت عازفة عود. أي الآلة غريبة يعني. أنت يوم وصلتي أنا أعرف أنك عازفة عود، بس يوم شفتك قلت لحظة، عود ولا شيء ثاني؟ فخبريني عن موهبتك، عن الآلة اللي بتعزفين عنها اليوم. أول شيء يعني بالبدايات، يعني أريد أحكي أتحدث على البدايات. بدأت يعني مع كورال المدرسية، كنت يعني معنا الأستاذة، كنت يعني سويت لنا كذلك يعني كورال في المدرسة، وشاركنا في العديد الحفلات يعني في المدرسة وخارج المدرسة. بعدين طور الموضوع ودخلت المعهد الموسيقى ودرست وتعلمت، وكنت متفوقة يعني في ما بين يعني الطلاب كاملين في الصف. وهذا هو بدأت يعني من المدرسة، من الكورال. جميل، بدأتي من المدرسة وكنت تحبين الموسيقى. هل بهذاك الوقت اخترتي الآلة اللي تعزفين عليها ولا عقب اخترتي؟ لا، فترة الوقت هذيك يعني ما اخترت الآلة، بس ظليت يعني اني نغني ونوقع. غنى. واكتشفت يعني اني نوقع بطريقة صح. يعني امي تفطنت الموضوع يعني، وعرفت انه قالت لي يعني ليش ما تدخلش يعني الكونسرفاتوار. وهذا هو من ذاك الوقت يعني، وانا في الموسيقى من الطفولة يعني. وآلة العود؟ آلة العود كانت لي اكتشاف يعني من في العائلة عندي، يعني من أبناء خالتي يعني كانت تعزف عود، واكتشفت معها الآلة، قلت ليش لا، يعني كانت مميزة في وسط العائلة، كانت مميزة. ونفس الشيء يعني بغيت نفس التميز هذا والجمال هذا يكون عندي. جميل. من ذاك الوقت يعني قلت يلا ما شاء الله عليك يا نبيها، ما شاء الله عليك. إذا من هذاك الوقت اخترتي آلة العود، وشو تختلف هذه الآلة عن الآلات الثانية قبل ما نسمع شيء؟ أكيد الاختلاف يعني هو بداية إنه العود العادي إنه يكون فيه يعني قالب، صحيح، ويكون يعني يعني ما يكونش فيه معدن كذاك، يكون عادي لوح. هذا صح لوح، بس إلكتريك، عود إلكتريك. صحيح. هذا هو يعني. بس هو نفس الصوت، ولكن يعطي نفس الصوت. نفس الصوت ونفس القالب، بس ونفس يعني التكنيك في الأداء. نفس التكنيك الآخر كلاسيكي وهذا حديث. جميل، يعني راح نسمع من آلة العود الحديثة معك نبيها، صحيح؟ أيوة. انزين، خلينا نسمع شيء من اختيارك، أكيد شيء لطيف مثلك. سمعينا الشيء. يا سلام نبيها، يعطيك العافية. هذه الأغنية هي من الفن التونسي، صحيح؟ أكيد. أغنية تونسية. أغنية تونسية. تونسية. من الكلام يعني هي درجة تونسية، وحتى يعني من اللحن تونسي يعني.
شو اللي يفرق العزف على الألحان التونسية عن غيرها؟ وهل هذا اللي أنت بديتي فيه في البداية كنت تعزفين على الموسيقى التونسية؟ أكيد أنا يعني من خريجة أول شيء عملنا من المعهد العالي للموسيقى بتونس، أنا أستاذة موسيقى أول شيء. ما شاء الله جميل. ويعني بدأت مشواري يعني مع بعد الكونسرفاتوار دخلت المدرسة الرشيدية، يعني تعلموا فيها الموسيقى التونسية والألحان، ونسميه احنا باللهجة التونسية الهنك. الهنك يعني كأنه في لحن تونسي وطابع تونسي. وتلمذت يعني على عن طريق يعني أستاذ زيد غرسة، هو يعني صديق العائلة وأستاذي. نعم. تعلمت يعني من عنده كل التفاصيل والألحان الموسيقية، يعني لهيك يعني أنا نفضل ديما نميل يعني للموسيقى التونسية. تميلين دائما للموسيقى التونسية؟ لأنه أصلا يعني في أصولي، نحس يعني نحس روح يعني نفرحانة. صحيح، يعني من أصولك مثل ما قلتي فتعزفين شيء أنت تحبينه، وأنت يمكن أتقنتيه، لأن لما نسمع نحن موسيقى من بلد معين هي تعبر على ثقافة هذاك البلد. أكيد. فهذا اللي ذكرتيه يعني مع هذه الموسيقى عزفتيها يالس يعبر عن ثقافة تونس، ويالس وصلنا البيئة وكأننا يالسين يعني يمكن هناك. شيء أكيد جميل. ولكن هل عزفتي شيء غير يعني الفن الموسيقى التونسية؟ أكيد يعني نعزف أنا أي نوع يعني موسيقى خليجي. خليجي أكيد. بس عنا يعني لو في مجال يعني نسوي في يعني تراك عند لو في مجال يعني يحطوا عندكم نحط لها التراك اللي تبى. شو هو؟ يهزك الشوق. يلا يهزك الشوق. تريا الحين يحطوا لك، شو تفضلي بتغنين ولا لا؟ لا معها الحين هذه فقط عزف. ايه. حلو يلا خلينا نسمع. يلا نتريا. برافو برافو برافو، يعطيك العافية نبيها. لقيتي صعوبة لما صرتي تعزفين معزوفات خليجية بعيدة عن العزف التونسي؟ ليه بالعكس، يعني أول شيء في رقة يعني وفي إيقاعات جميلة يعني اكتشفتهم، وشجعني الموضوع أني نكتشف يعني الموسيقى الخليجية.
سو يعني انا اشوف يعني ما شفتي صعوبه في هذا الموضوع؟ بالعكس بالعكس اطلاقا، يعني في يعني احس يعني انه زيد يعني علمني حاجات اخرى يعني. شيء جميل. ذكرتي في حديثك انك بعد الدرسين موسيقى. ايوه. هني ولا في تونس؟ درست في تونس. يعني ولكن تعطين دروس؟ درست دروس اكيد يعني. حلو. واحس يعني انه اخذت المهنه من عن طريق والدتي كمان يعني معلمه، وحس انه التدريس يعني شيء خاص، يعني مش اي شخص يقدر انه يدرس، خاصه طلاب في صف صغير او كبير، يعني في مسؤوليه وشيء يعني مشرف، مهنه مشرفه اشوفها انا يعني. شو اللي يميز الشخص اللي يبي يدرس موسيقى بالاخص للفئه العمريه اللي ذكرتي انه يكونوا صغار بالعمر؟ اول شيء يعني احس انه في يعني محبه تاخذها من الاطفال او سواء يعني المراهقين يعني في المدرسه الاعداديه، احس انه يعني في مسؤوليه انه يحبونكم مثلا في البدايه، يعني تحس انه كانه يعني انه في يعني تقوم بمهنه نبيله، يعني مش اي شخص يعني يقدر يسويها، وخاصه انه يحب التدريس يقدر يعلم ويوفر الوقت انه يدرس ويجهز الشغل وكذا. يعني جربتي تعزفين على الات ثانيه؟ اي نعزف بيانو، بما انه انا ندرس اول آلة لازم تكون يعني ضروري ان تتعلمها، بخلافا يعني على البيانو يعني آلة اساسيه. جميل. ولكن انت تحبين العود؟ العود اكيد، يعني العود هو يعني بالنسبه لي انا آلتي المفضله. ما شاء الله عليك، نبيها. خلينا نسمع بعد شيء. بتغنين شيء؟ ايش رايك؟ عنا احنا يبعدهم كلهم. يبعدهم كلهم نسمعوها يعني في باك تراك. يلا يا بعدهم كلهم. العافية. يعطيك العافية نبيها، هذه من الأغاني المفضلة عندي. أي حلو. صراحة جميل إن نشوف يعني شباب وشابات من عمرك مجتهدات وعندهم هذه الموهبة الجميلة، واللي مشوا بطريق الصح. يعني أنت درستي موسيقى وحبيتي الموسيقى واتبعتي هذا الموضوع، اليوم جالسة تدرسين وما شاء الله أيضا أدائك جميل. يعني هذا شيء نحن نفتخر به الشابات اللي مثلك نبيها. أنت شو اللي عندك من خطط ناوية تسوينها في المستقبل أو مشاركات بفعاليات حفلات؟ أكيد. أنا الفترة هذه يعني متواجدة بين الإمارات وبين السعودية، يعني تم استدعائي من دولة الإمارات للسعودية حتى أحضر فعاليات، وهذا شرف لي يعني. جميل. وكمان يعني شاركت في كم يعني مناسبة في دبي. في رمضان الفايت كنت موجودة يعني في ديجيتال ثياتر أوف أرت الموجود في سوق جميرة، كنت يعني حلو. موجودة مع يعني دانا، هو يعني كنت يعني عرض شعر وغناء صوفي بما أنه رمضان. وكمان يعني في 2019 تم استدعائي من تونس لفرنسا، شاركت يعني جميل.
الله يخليك. شاركت يعني في حفلة، وفي حفلة التخرج يعني آخر السنة يعني، في اسمها عارفة بالفرنسي، في المعهد المعهد الفرنسي بباريس. جميل، شاركتي هناك اي ايضا، شاركت يعني. شيء جميل اكيد. يعني يوم يتم استدعائك لمثل هذه الاماكن بيكون شيء حلو لك ايضا. ولكن انت عندك حاليا شيء قريب بتشاركين فيه؟ وبسألك بعد سؤال، منو اللي دائما كان داعم لك في مسيرتك هذه؟ عائلتي اكيد يعني، اخواتي والعائله الكل يعني. اصلا مثل ما قلت لك يعني عائلتنا موسيقيه، في يعني من يعزف عود ومن يعزف كمانجا، لهيك يعني حسيت انه الموضوع يعني سهل، ووقيت تشجيع من العائله الكل ومحبه الناس يعني خلتني اني نواصل يعني حلو. في المسيره هذه، ونقدم شيء يعني حلو جميل. وان شاء الله يعني انا اكيد الفتره الجايه يعني راح احاول انه قدر الامكان نسجل شيء وننزله في الانستغرام يعني، في حسابي الخاص وعلى حلو. سبوتيفاي. شيء جميل اكيد. بنسمع بعد من شيء اكيد، يعني مشاهدين مستانسين ويانا. شو بتسمعين الحين؟ نسمع شيء الفيروز. فيروز؟ نعم فيروز. يلا عنا التراك تبع يعني فيروز. فيروز يلا الحين بيشغلوا لك اياه. سلام، شكرا اكيد نبيها، يعني معزوفاتك كثير حلوه. والحلو فيك ايضا شخصيتك. برايك اليوم هل شخصيه العازف او الفنان ضروريه حتى يوصل مع الحانه او طريقه عزفه يوصل عفوا لقلب المستمع؟ اكيد يعني لو يعرف كيف يعني يوصل الصوره، لانه الفن شيء نبيل، لازم يعرف كيف يوصله بطريقه حلوه ويكون في يعني رسالة جميلة يعني، لأنه في أجيال قادمة راح تشوف يعني الشخص هذا راح يعتبروه كأنه يعني شخص يعني قدوة. لازم يعرف كيف يعني طريقة كلامه، كيف يتصرف، الموسيقى اللي نزلها، لأنه الموسيقى مثل ما قلت لك فن ويخاطب يعني شعب، وهذا هو يعني لازم تعرف، ضروري تعرف كيف الطريقة اللي تخاطب بها الناس.